الساعة 1 بالليل وجوزي عايز ياكل بيتزا، والمشكلة مفيش دقيق وكمان الفرن بايظ. اسكت؟ لا ما اسكتش، قمت عملت العظمة دي. تعالوا بقى نشوف البيتزا الحلوة دي بتتعمل ازاي. بس يا ريت في الاول ما تنسوش تنزلوا تحت تعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. في الاول خالص عندي 2 من البطاطس، طبعا مقشراهم وغسلهم كويس جدا. هناخدهم بقى وهنجيب المبشرة بتاعت البصل وهنمسك البطاطس نبشرها كويس جدا جدا. طبعا احنا ممكن كنا نقطعها قطع صغيرة، بس الافضل هنا ان احنا نستخدم المبشرة علشان نضمن ان البطاطس تستوي معانا كويس وما تاخدش وقت كتير. هنقعد نبشر فيها نبشر فيها كده لحد ما تجيلي بالشكل ده. هاخد بقى البطاطس كده واركنها على جنب. بعد كده بنجيب طبق تاني ونكسر فيه بيضتين. دي البيضة الاولانية هنبدأ نكسرها، وكمان هنكسر البيضة التانية وهنحط عليهم كده شوية من الملح وكمان رشة من الفلفل الاسود، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. وهنفضل نقلبهم 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 لحد ما ينعم معانا خالص. وبعد كده هناخد البيض ونركنه على جنب. وبعد كده بقى بنجيب طاسة على النار، النار لازم تكون متوسطة. وبعد كده بنحط حوالي 3 معالق كبيرة من الزيت، وهنوزع الزيت في الطاسة كويس. وبعد ما الزيت بيسخن معانا بننزل بأول حاجة البطاطس. بنوزع البطاطس بشكل متساوي، وبعد كده بظهر المعلقة، اهم حاجة بظهر المعلقة، بنقعد نضغط على البطاطس حلو قوي علشان تتماسك معانا وتبقى عاملة كده زي الدايرة الواحدة كده، علشان لما اجي اقلبها تتقلب معايا بسهولة. لو تلاحظوا بعد شوية بتبدأ البطاطس تتحرك معانا بسهولة، وبعد لما بتاخد لون من تحت على طول بنقلبها على طبق تاني، وبناخد البطاطس اللي في الطبق ونرجع تاني نرجعها في الطاسة. وبعد كده بناخد الطاسة ديت وبنرجعها على البوتاجاز. بس اهم حاجة المرة دي النار مش بتبقى وسط، لا النار بتبقى هادية. وبعد كده بقى بنضيف اول حاجة خالص بقى بنضيفها على البطاطس هي البيض. هنوزع البيض بالشكل ده، وبعد كده بنوزع معلقة كبيرة من الصلصة. هنوزع برضو معلقة الصلصة على البيتزا كلها. هي خلاص كده بقى داخلة على حاجة اسمها بيتزا، ما عادش حاجة اسمها بطاطس خالص. وطبعا الصلصة معلبة، يبقى لازم نحط شوية من السكر وكمان شوية من الملح وكمان رشة من الفلفل الاسود. وبعد كده لازم طبعا نوزع شوية من الجبنة الموزاريلا على طبقة الصلصة، وكمان شوية من الجبنة السوري، ودي طبعا اختياري. هنوزع كمان شوية من الجبنة السوري، وكمان بقى عندنا فلفل احمر متقطع قطع صغيرة هنبدأ برضو نوزعه. ما هي بيتزا بقى لازم نحط فيها ونشكلها كده بقى ونعمل فيها كل الحبشتكنات بتاعت البيتزا، وكمان شوية من الفلفل الاصفر، وطبعا لازم نوزعه على البيتزا كلها. وكمان بيتزا يبقى لازم زيتون اخضر او زيتون اسود، اي حاجة موجودة عندكم. وهوزع كمان لانشون بيف. طبعا لو عندكم لانشون هتحطوا لانشون، عندكم اي حاجة موجودة في التلاجة هتضيفوها. وطبعا لو متوفر عندكم جبنة شيدر يبقى احسن واحسن بصراحة. وهنضيف كمان اخر حاجة بقى الجبنة السوري، هنضيف برضو شوية كده. واخر حاجة بقى خالص هنضيفها هي الجبنة الموزاريلا، وبقت خلاص بيتزا يا جماعة. وطبعا كل الشغل اللي اتعمل ده لازم يبقى على نار هادية، وكمان لازم نغطي عليها علشان نضمن ان البيتزا تستوي معايا قوي، وكمان علشان الجبنة تبدأ تسيح معانا وتبقى بالشكل الجميل ده. دي بيتزا بقى ولا مش بيتزا؟ اتصرفت ولا ما اتصرفتش؟ عايزة بس كده بقى نحطها في طبق واوريكم بقى شكلها لما بنيجي نقطعها عاملة ازاي. عايزة اقول لكم طعمها رهيب رهيب رهيب، جميلة جدا جدا جدا. هنقطعها بقى بالشكل ده، هبدأ كده بقى نطلع قطعة واوريها لكم من جوه بيبقى عاملة ازاي. شايفين الاول شكلها حلوة جدا جدا جدا. هنحطها بقى في طبق التقديم، وطبعا بيتزا يبقى لازم معها كاتشب، ونقطعها من جوه مع بعض واوريكم شكلها عاملة ازاي. شايفين تحفة، طعمها جميل جدا جدا جدا. جربوها بقى على طريق.